فيديو النهارده هيكون الفيديو السابع في سلسله فيديوهات توب 10 ويكلي ترندز. في الفيديوهات دي هنتكلم على اعلى 10 نيتشات ممكن تصمم عليها الاسبوع ده. اتمنى من ربنا ان النيتشات دي تفيدك وتقدر تحقق عليها سكيلز كويس. السلام عليكم ورحمه الله. انا اسمي ابراهيم ظاهر. لو دي اول مره ليك هنا في القناه، انا بعمل فيديوهات عن الاونلاين بيزنس وازاي تعمل فلوس على الانترنت، وبالاخص البرنت اون ديماند او الطباعه عند الطلب. زي ما اتفقنا في سلسله حلقات توب 10 ويكلي ترندز، انا عليا اعمل الريسيرش على الترندات والنيشات اللي عليها منافسه قليله، وانت عليك تعمل الريسيرش على الكوبي رايت والتريد مارك وتبتدي تصميم. ومن غير ما اطول عليك يلا نبدا. اول نيش معانا ايه الاسبوع ده، وهو Proud Mom and a Nurse. زي ما احنا عارفين من الحلقه اللي فاتت ان عيد الام في اليو اس او في امريكا هيجي في اول الشهر اللي جاي دوت، فعلشان كده هتلاقي ترندات المامز او اي ترندات في علاقه بالمادرز داي هتلاقيها بدات تطلع اليومين دول، ومش بس على النيرس وكمان في مجالات تانية كتير. بس ده النيش دوت ترند وعليه كمان منافسه قليله، ومن احسن النيشات اللي ممكن تخش فيها لانه بيجمع المامز والنيرس، وطبعا من اكبر النيشات الموجوده على البرنت اون ديماند. ممكن تمشي النيش باكتر من طريقه وتغير في بعض الكلمات بس بحيث ان انت تدي في الاخر معنى مناسب. عندك هنا proud mom of an awesome nurse، ديت لما مثلا تكون بنتها هي النيرس، وممكن تمشيها هنا proud nurse and mom. ممكن I have two titles nurse and mom. ممكن تمشيها بالطريقه اللي انت عايزها، او حتى I'm a mom and a nurse nothing scares me. المهم ان انت توصل في الاخر ان انت تخلي الديزاين اللي انت تعمله يكون عن المام والنيرس مع بعض وتحطه على النيش دوت. text based design مع element بسيطه هيبقى شكلها كويس. لو انت مثلا بتعرف ترتب التكست زي دوت مع شويه مثلا ديزاين اللي هي ديكور للديزاين، خطوط مثلا او اشكال هندسيه زي مربعات تحطها حوالين الديزاين حوالين التكست نفسه، ممكن تطبق الديزاين دوت اكتر من طريقه بحيث ان انت توصل لنفس النتيجه. والميزه في ان النيش دوت انه نيش لسه عليه 791 ومش هيفضل كده فتره طويله، فالحق اعمل ديزاينات عليه وان شاء الله تحقق ارباح. النيش التاني مكمل معانا برضو على المادرز داي، هو proud mom of a doctor. طبعا ده ترند وترند كبير جدا وبادئ بداية قوية اليومين دول. عندك طبعا تقدر تصمم الديزاين ده باكتر من طريقة، ممكن تخليه text based design مع شوية element بسيطة وشوية ornaments بتحطها حوالين الديزاين، او ممكن تحط مثلا صورة لدكتور على الديزاين بتاعك، صورة زي ديت proud mom of a doctor. ممكن تطبقها باكتر من طريقة، وكمان الelements اللي انت تستعملها في النيش اللي فات ممكن تستعملها في النيش دوت مع شوية تغييرات بسيطة في الألوان وفي الكلام وتوصل لنفس النتيجة. ويبقى انت لو عملت 4 ديزاينات أو 5 ديزاينات على النيش اللي فات ممكن تغير تغيير بسيط، ويبقى انت كده عملت 4-5 ديزاينات على النيش الجديد، ويبقى انت كده دخلت في أكتر من نيش أو في أكتر من مجال تريندينج وممكن تحقق فيها مبيعات كويس. النيش الثالث معانا الاسبوع ده هو apps in progress incomplete. طبعا apps in progress ده كان موجود معانا من 3 حلقات تقريبا، من 3 اسابيع بس، بيطلع تعديلات على النيش كل فتره. فالنيش دوت apps in progress incomplete ده طالع ترند اليومين دول، وتقدر تعمل عليه ديزاينات لانه عليه 510 ريزلت. وطبعا احنا عارفين اي حاجه لها علاقه بالورك اوت او التمرين او الجيم بيبقى عليها اقبال كبير جدا من الناس، وخاصه لو انت حطيت تاتش فاني شويه على الديزاين بيبقى عليها اقبال كويس جدا من الناس. حاول ان انت ما تحطش الديزاين على ملابس اطفال او حتى مثلا نوت بوك او اي حاجه زي كده، خليها بس تي شيرتس بالمنظر اللي انت شايفه دوت. والافكار طبعا كتيره جدا في الموضوع، ممكن تعملها علامه اللودينج وتكتب ابس ان بروجريس، ممكن تحط صوره فاني شويه مثلا وتخلي بدل الابس او اللي هي العضلات البطن تحط مثلا سلايسز بيتزا او سلايسز دونتس، او تعمل اي حاجه بحيث ان انت توصل لنفس الفكره او تخلي الديزاين فاني شويه ويلقي اعجاب الناس. نيش رائع معانا الاسبوع ده وهو الزومبي بايسيكل، عليه 123 ديزاين، لسه بادئ الترند الاسبوع دوت، فياريت تلحق تعمل ديزاينات عليه. بيجمع بين نيشين كبار جدا وهو الزومبي والنيش بتاع البايسيكل او الناس اللي بتحب تركب عجل. وطبعا النيشين كبار وجمعتهم مع بعض عليهم 123 ديزاين بس، فهتلاقي اقبال شديد جدا من الديزاينرز وكمان من الناس اللي بتشتري او الكاستمرز. فحاول انت تيجي تعمل الديزاين بتاعك، وانت بتعمل الديزاين او انت بترفع الديزاين حاول تشوف كده اكتر برودكت يليق عليه ديزاين وترفعه علشان الناس تبتدي تشوفه وتلاقي شكله، يعني تستصيغ شكله اكتر على المنتج ده. يعني واحد زي ده عامل ديزاين يليق جدا على الستيكرز، واحد عمل ديزاين ده يليق جدا على النوت بوكس، وكمان واحد عمل ديزاين ده لا جدا على الكلاسيك تي شيرتس او على التانك توبس. فحاول وانت بترفع ديزاين، لو انت مثلا عملت ديزاين يليق على الستيكر اكتر مفيش مشاكل، حطه على الستيكر وخليه از ديفولت علشان هو دوت اللي هيلفت الانتباه اكتر من انت تحطه على منتج تاني. نيش الخامس معانا الاسبوع
ده وهو work hard and silent، عليه 580 ديزاين وموتيفيشنال ديزاين وترند كمان للاسبوع ده. فدي فرصه كويسه جدا للديزاينرز اللي بيحبوا يدخلوا في اكتر من نيش ان هم يصمموا عليه. الديزاين ده هيبقى تكست بيس ديزاين بشكل بسيط جدا، كل اللي انت محتاجه انك تنقي خط كويس وترتب الكلام بترتيب كويس كده، ولو عندك اورنمنتس ممكن تحطها بالمنظر اللي انت شايفه ده، هيبقى برضو فكرتها كويسه جدا. ممكن تطبق اكتر من طريقه، ممكن تحطها بالمنظر اللي انت شايفه دوت وتخليها مثلا الكلام مموج مع شويه افكتس عليه. ممكن تعمله طبعا باللي احنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت او المرات اللي فاتت، ان انت تعمل warning sign بالمنظر دوت وتحط فيه الكلام، برضو بيبقى مطلوب جدا من الكاستمرز والناس بتحب الشكل دوت. ممكن تخليها مثلث اللي هي بتاعه البايو هازارد، واتكلمنا عن الموضوع ده في اكتر من حلقه فاتت. المهم ان انت توصل لنتيجه تبقى شكل الديزاين واضح او الخط واضح، يعني ولو ان الخط ده شكله كويس جدا بس الكلام مش واضح على التيشيرت فبتهيأليش ان هيبقى عليه مبيعات كويسه مثلا مقارنه بديزاين زي ده مثلا الكلام فيه واضح والخط فيه واضح ومدي او موصل الصوره صح، فبالتالي ممكن يبقى الديزاين ده له افضليه على الديزاين الثاني. حاول انت بس توصل لحاجه شكلها كويس وتوضح الصوره بشكل كويس، وبما ان تكست بيز ديزاين حاول انت تنقي خط يكون واضح في التطبيق. النيش السادس معانا الاسبوع ده وهو easily distracted by frogs، عليه 287 ديزاين. كان في نيش الاسبوع اللي فات هو man I love frogs او كان حاجه زي كده. طبعا بما انه ان هو كان في ترند الاسبوع اللي فات وطلع ترند تاني برضو بيتكلم على الفروجز، فده معناه ان عليه طلب كويس جدا من الكاستمرز. وكمان بما ان لو انت بتابع معانا حلقات التوب 10 trending niches هتعرف ان easily distracted by، وتحط هنا كلمه مثلا dogs cats plants او تجمع بين اكتر من نيش كمان بعد easily distracted بتطلع وبيبقى عليها ناس، عليها اقبال كتير جدا من الناس ومن الكاستمرز وكمان من الديزاينرز. فدي فرصه كويسه جدا ان انت تيجي تنافس في نيش زي دوت. الافكار كتيره جدا في الموضوع، بس خد بالك من حاجه معينه وهي ان انت تستعمل اليمنتس زي الاليمنت دوت. الصوره ديت او الفروج دوت كان في ديزني، فحاول ان انت تتاكد من المصادر بتاعتك قبل ما ترفع الديزاين بتاعتك على ريد بابل علشان ما يبقاش في اي خطوره على الحساب بتاعك. النيش السابع معانا الاسبوع ده وهو May girls are sunshine mixed with a little hurricane. طبعا بما اننا داخلين على شهر ماي وكنا اتكلمنا في الموضوع دوت قبل كده ان دوت ممكن يعتبر مناسبه، كل شهر ممكن يبقى مناسبه انك تعمل فيه ديزاينات عن مثلا اعياد الميلاد اللي في الشهر دوت. فطبعا الترند دوت اللي هو May girls are sunshine ده هيبقى ترند الشهر اللي احنا فيه دوت. وكمان ممكن تعمل مثلا queens are born in May، ممكن تعمل ديزاينات كتير على شهر ماي بحيث ان انت تناسب كل مثلا الجيرز والبويز كمان مفيش فيها مشاكل. وكمان تاخد بالك من ديت ممكن تبقى هديه عيد ميلاد مثلا تي شيرت او مثلا كتاب او اي حاجه من الكلام دوت. فخد بالك وانت بتكتب ديسكريبشن وانت بتكتب التاجز بتاعتك تبقى حاطط مثلا بيرثدي وحاطط شهر ماي ويعني وتدور في المجال دوت او في التاجات ديت قبل ما ترفع الديزاين بتاعك. تطبيقه سهل وبسيط جدا، كل اللي انت تعمله تكست بيز ديزاين بس تنقي الشكل بتاع التكست بتاعك والالوان وتطلع بحاجه شكلها كويسه جدا. انا صراحه لحد دلوقتي انا مش شايف ديزاين شكله حلو على النيش اللي زي دوت، وبما ان عليه 290 ريزلت فدي فرصه كويسه جدا ان انت تعمل فكره حلوه ترانك اب على الناس اللي موجوده هنا لان معظمهم مش عاملين ديزاينات شكلها كويس. فدي فرصه كويسه ليك انت ان انت اوت رانك ذم وتبتدي تبيع على النيش اللي زي ده. النيش الثامن معانا الاسبوع ده وهو I love skater boys. النيش ده فليكسبل جدا لان انت ممكن تغير فيه حاجتين وتقلبه لنيش تاني خالص. اول حاجه ممكن تقول I love skater boys تخليها girls ويبقى انت كده دخلت في نيش تاني وبرده عليهم نفسه قليله. I love skater طبعا وخليتها I love skater boys وتغيرت شكل السكيتنج نفسه لان طبعا احنا عندنا انواع كتير من السكيتنج، في السكيتنج بورد، في الايس سكيتنج، في الرولر سكيتنج، في اللي هي الايس سكيتنج برده اللي هي البوت سكيتنج. في افكار كتير جدا ممكن تطبقها في الموضوع دوت وتخلي الديزاين بتاعك شكله كويس. فكره زي دي فكره كويسه جدا، فكره دي برضو اللي هي الورنينج ساين دي برضو فكره كويسه جدا. الافكار كتيره جدا في النيش اللي زي دوت، فحاول ان انت تطلع بالفكره بتاعتك. حاجه زي دي برضو شكلها كويس، حاجه زي دي شكلها كويس، فانت اطلع بنيش او فكره خاصه بيك انت واعمل الديزاين بتاعك. حاجه زي دي كوبي رايتد طبعا، ما اوعى تعمل عن الحاجه اللي زي ديت. فطبعا الاليمنتس كتير على مواقع البرنت اون ديماند زي كريت فابريكا او بليسيت، حاول تنقي حاجه برضو تطلع لما تعملها ما تبقاش الناس كتيره مستعملاها او تبقى انت تحط عليها التاتش الخاص بيك انت بحيث ان انت تبقى مميز وديزايناتك ما تبقاش اي حد عاملها، او مثلا لو حد استعمل نفس الايمت ما يبقاش نفس الديزاين على كل المواقع.
النيش التاسع معانا وهو برضو عن المذرز داي. most people call me by my name, only the most important call me mom. طبعا التكست كبير شوية بس لو انت زبطته تظبيط كويس كده ورتبته بشكل كويس هتعمل ديزاين شكله كويس جدا. طبعا لو انت جيت بصيت هتلاقي فيه افكار كتير وناس كتير مطبقين حاجة زي دي شكلها كويس جدا, منقي شوية خطوط واضحة وكمان حاطط ornaments شكلها كويس جدا ومرتبها ترتيب كويس. حاجة زي دي برضو منقي شوية fonts كويسة جدا, فحاول انت تعمل ديزاين في نفس المجال دوت. حاجة زي دي شكلها كويس جدا وتنفع على الستيكرز وتنفع على التيشيرتس وتنفع كمان على النوت بوكس. فحاول وانت بتعمل ديزاين تبقى عندك رؤية بس للديزاينات بتاعتك وما تحاولش تخلي التكست شكله صغير قوي بالمنظر دوت لان محدش هيشوفه. حاجة زي دي شكلها كويس جدا, يبقى تعالى بس اعمل ريسيرش بسيط كده على اشكال الديزاينات وتعلم مع نفسك ازاي تعمل تمبلت معينة بحيث ان انت في التكست الكبير زي ده او في النيشز اللي لها تكست كبير زي دوت كل اللي انت تعمله بس تغير كلمات وتبقى انت مسيف التمبلت دي عندك, هتوفر عليك وقت كبير جدا. النيش العاشر والاخير معانا الاسبوع ده وهو كافي از ماي فاكسين. طبعا لو انت خدت بالك عليه 456 ديزاين وهو بيجمع بين نيشين كبار جدا وهو الكافي والفاكسين, والاثنين كانوا من اكبر النيشات في 2020 و2021. فدي فرصه كويسه جدا ان انت تيجي بسرعه وتطبق ديزايناتك او ترفع ديزاينات على النيش اللي زي دوت. هتلاقي فيه افكار كتيره كويسه ولو ان التطبيق بتاعها ما كانش حلو. ديزاين زي دوت فكره كويسه التطبيق بتاعه كان وحش, ديزاين زي ده فكره كويسه والتطبيق كان وحش, ديزاين زي دوت فكره كويسه وتطبيق كويس ولو ان هو لو كان حط شويه الوان في الموضوع كان هيبقى منظرها احسن بكتير. حاول ان انت تبعد على طول عن اي ديزاين بالمنظر اللي هو زي دوت ده دانكن دونتس وممكن يتاخد كوبي رايت وتقفل لك الاكونت بتاعك. حاجه زي دي برضو حاجه زي دي ده كوبي رايت وش. ابعد عن الديزاينات اللي زي ديت وحاول تلعب في السيف سايد. ديزاين زي ده ديزاين شكله كويس جدا وسيمبل ولو ان هو كان ممكن يحط مثلا علامه الفاكسين. حاول انت ممكن تخلي الديزاين ده على كلاسيك تي شيرت تيكرز وعلى ماسكات ان شاء الله هتبيع على الديزاينز دوت. بس حاول تنقي الالوان والاليمنتس اللي تمشي مع الديزاين واللي توصل الفكره بتاعه النيش. وبكده بخلصنا كل نشات الاسبوع, هسيبها لك هنا على الشاشه ممكن تسجلهم او تاخد سكرين شوت من الفيديو. لو استفدت حاجه بقى من الفيديو بتاع النهارده ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناه لان ده فعلا بيدعمني اكمل شرح. ولو عندك اي سؤال او اي استفسار تواصل معايا هنا في الكومنتس او على السوشيال ميديا فيسبوك انستغرام او تويتر وانا ان شاء الله هرد عليك واساعدك باللي اقدر عليه. اتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير.